الفرحه يعني هتكمل باذن الله مع مشوار كاس مصر باذن الله. خلاص النادي الاهلي ولاعيبته قفلوا قصه خلاص الاحتفالات وبداوا فعلا الاستعداد بشكل جدي جدا جدا لمباراه مهمه جدا امام الاتحاد السكندري بكره. ويمكن اللي عجبنا كمان في يعني شفنا اولادنا معانا هنا في البيت الكبير واحتفلوا معانا بالكاس الافريقيه الغاليه، لكن كمان كان عندهم اصرار، وانا دايما كنت بسالهم ايه اللي جاي، عندهم اصرار وعندهم عزيمه لان عارفين النادي الاهلي، وانا متابع حضراتكم على السوشيال ميديا يعني خلاص النادي الاهلي ده زي ما بيقول قدر النادي الاهلي ان هو صاحب بطولات، احنا بنقفل الصفحه تماما، فرحنا وانبسطنا وعملنا انجاز تاريخي يحسب للعيبه والمجلس الاداره وليكم انتوا كجماهير، لكن من بكره مشوار تاني، مشوار كاس مصر هيبدا بمباراه صعبه امام النادي الاتحاد السكندري، كمان على امل كبير جدا ان شاء الله ان احنا نوصل للمباراه النهائيه وكمان ناخد كاس مصر ونحقق الثلاثيه وان شاء الله كمان نحقق الرباعيه بالسوبر الافريقي. فمشوار طويل للاعيبه النادي الاهلي، الاهلي يعني بنتكلم على بطولات كتيره جدا وده واصل للعيبه، يعني بعض الناس كانت قلقانه من الاحتفالات واللعيبه في الاحتفالات، لكن عايز اطمنكم اللعيبه كلها على مستوى المسؤوليه، خلاص يعني العد التنازلي بدا بشكل كبير جدا لمباراه بكره، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكره امام فريق قوي فريق الاتحاد السكندري.